نقفل بقى ملف النادي الاهلي شويه مؤقتا مؤقتا طبعا، الاهلي معانا على طول، وهنروح للمنتخب الاولمبي لان انا عندي كلام برضو اكيد انا وكريم كتير. النهارده في مهمه خلينا نقول اكيد لا تقل ابدا عن برضو اكبر المواعيد الكرويه لكره القدم المصريه، لان انت بتتكلم الفوز بتاع مصر النهارده ان شاء الله اللي هيكون للمنتخب الاولمبي على غينيا هيأهلك بعد كده لنهائيات دوره الالعاب الاولمبيه، وده الحدث العالمي الاكبر اللي كلنا بنتابعه، العالم كله بيتابعه بعد كاس العالم اكيد، واللي بيقام طبعا زي ما احنا عارفين كل 4 سنوات. طيب مصر كان ليها نصيب في التاهل للبطولات العالميه اكتر من مره، وسبق وتاهلنا للاولمبياد كمان 14 مرة من أول نسخة 1920 لغاية أنت بتتكلم النسخة الأخيرة اللي هي كانت في طوكيو 2021، وبالمناسبة لم نوفق فيها تماما يعني عشان برضو الصورة تبقى واضحة. على مدار 100 سنة أنت بتتكلم أولمبياد شارك أكتر من جيل في المحفل العالمي الكبير، والحقيقة برضو أنك لما بتتكلم هنا بتكون متواجد في حدث عالمي زي ده هو بيعمل رد فعل عظيم جدا عن فكرة التطور الكبير لبلدك قدام طبعا الجميع. بس نتمنى كمان أن أنت بتشارك، ولما تشارك يبقى في نتيجه يعني طريق كمان بمصر وبالجماهير المصريه. اتمنى النهارده ان مستر ميكالي يعني مع الكتيبه اللي عنده، انا اقول كتيبه نجوم لان هم فعلا كتيبه نجوم في منتخب مصر الاولمبي، ان هم يحطوا قدامهم يعني فرحه شعب مصر كده بالتاهل لدوره الالعاب الاولمبيه. بيبقى عندك حافز يا كريم بتلعب بيه بيفرق بشكل كبير، حتى لو ان كانت استعداداتك او امكانياتك، انا بقول وان كانت استعداداتك وامكانياتك لسه مش بالمستوى اللي ممكن يعني يطمنك قوي بالمشاركه، انا هقول ده، هقول ان احنا مش جاهزين 100%، بس حط عندك بقى ان انت عايز تفرح ملايين المصريين، ده المفروض يكون حافز كبير جدا جدا جدا، وبتشتغل وبتلعب وانت شايف ملايين المصريين ازاي ممكن يكون رد فعلهم لما انت بعد كده تتاهل، ولما تفرحنا، ولما يبقى فيه بجد مستوى مختلف للمنتخب الاولمبي اللي كلنا بالمناسبه برضو يعني بندعمه، لان في بعض الناس طلعت وانا بتابع الاراء المختلفه يقول لك يا كريم احنا ظالمين شويه المنتخب الاولمبي بارائنا وغيره. هي مش القصه كده، هو انت مش ظالم المنتخب او انت مش ماسكه مثلا عمال تنتقد فقط، هي قصة ان الجماهير المصرية يمكن برضو عانت شوية مع المنتخب الاولمبي تحديدا في السنوات الماضية، فهي ما عندهاش الامل قوي او ما عندهاش الثقة ان احنا ممكن نعمل فارق. مين اللي بيستعيد او بيخلي الثقة دي تعاد مرة تانية؟ هي اللعب او هو المنتخب نفسه. فان شاء الله يتم التوفيق عندك حارس مرمى صاحب يعني الشباك النظيفة كلين شيت حتى هذه اللحظة في البطولة، عندك طبعا هو حمزة علاء لاعب النادي الأهلي أمامه فرصة ذهبية هقولها تاني في التأهل للمحفل العالمي واللعب إن شاء الله على ميدالية أولمبية، وده هيكون فرصة كمان لاحتراف أكتر من لاعب، فهي طبعًا فرصة ذهبية طبعًا لكل لاعب في المنتخب إن هو يثبت نفسه ويستغل هذه الفرصة علشان مستقبله بعد كده. فبالتوفيق أكيد يعني هتابع. إلى جانب إسعاد كل لاعب على حدة للجماهير اللي هم بالملايين، بالمناسبة لأن احنا في الآخر بنتكلم على منتخب قومي، لكن فعلا دي تبقى فرصة عظيمة ان كل واحد يقدم اقصى ما عنده واحلى ما عنده عشان نفسه قبل ما يكون عشان حتى طبعا البلد، يعني عشان نفسه عشان يستعرض امكانياته قدام الناس كلها. البطولات الكبيره اللي بالحجم ده اكيد كل الناس المعنيه بكره القدم والكشافين منهم بصفه خاصه بيبقى عينيهم على كل لاعب بيشارك فيه بطوله كبيره بالشكل ده، فكل لاعب بيفكر في مستقبله وعايز لنفسه الاحسن والافضل لازم يقدم مع المنتخب اكيد يعني افضل ما يملك.